ازيكم يا باشمهندسين، يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله يعني في الفيديو ده هنتكلم كده بالتفصيل شوية عن الكلام اللي احنا قلناه، او هنعيد الكلام اللي احنا قلناه في السيشن بتاع اللاب، سواء للي محتاج يفتكر الكلام تاني او للي مقدرش ان هو يحضر، بحيث ان برضو الكل يستفاد. وهنوضح برضو اكتر الحاجات اللي مطلوبة منك بالظبط، وازاي ان انت تحطها في الريبورت بتاعك. طيب المسألة بتاعتنا هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كور بالمنظر ده، والدايمنشنز هي مكتوبة 15 × 20، ده اللينس في الويدث. الثيكنس بتاعه اللي هو العرض بتاعه من هنا 3 سنتي، والثيكنس بتاعه اللي هو ممتد في الزد دايركشن ب3 سنتي، ومدي لك الميو ار الريلاتيف بيرميابيليتي بتاعة الكور ب1000، وبيقول لك حاطين دي سي ام ام اف بفاليو 10 امبير تيرن. يعني حاطين كويل بالمنظر ده كده مثلا، وحاصل ضرب عدد اللفات ان في الكرنت اي هو 10 امبير تيرن، ودي ممكن تجيبها يا اما من 10 امبير بوان تيرن، او 1 امبير وتلف الكويل 10 تيرنز. احنا في الحالة بتاعتنا لما نخش في السيميوليشن هنفرض ان احنا حاطين لفة واحدة، الكويل ابعاده 1 ملي في 4 سنتي، فزودها في المسألة عندك علشان مش موجودة في الشيت اللي اتبعتلك. تمام. المهم ده الكور والكويل اللي محطوطين. ايه المطلوب؟ اول حاجة ان انت analytically يعني هتحل المسألة بإيدك زي ما أخدت في السكشن والمحاضرة بقوانين الماجنتيك سيركتس، هتحل تجيب الفلوكس والفلوكس دينستي، وهتحسب الاندكتنس زي ما أخدت السنة اللي فاتت. سريعا كده الحاجات دي بتتحسب ازاي؟ ثواني. حضرتك اخدت ان الام ام اف هو عباره عن الفاي في الريلاكتنس، والريلاكتنس هي عباره عن المين على ميو نوت في ميو ار في الاري. مين ال مين هو طول المسار اللي ماشي بالظبط في نص الكور بالمنظر ده، فهتحسب طول المسار ده قد ايه، والاريا بتاعتك هي عباره عن اريا اللي هي عمودية على الفلوكس وهو ماشي، فهي عبارة عن 3 سنتي في 3 سنتي اللي هي ممتدة لجوه، فهيبقى 9 × 10⁴ متر سكوير. والاندكتنس زي ما اخدت السنة اللي فاتت، ال L هي عبارة عن N فاي على I، فاحنا قلنا مثلا هناخد ان الكويل 1 تيرن و10 امبير، فهنحط ال N بواحد والاي ب10 ونحسب ال. تمام. ده بالنسبة للسيلف اندكتنس بتاعت الكويل والماجنتيك فلوكس التوتال. ولو عايز احسب الفلوكس دينستي هو بكل بساطة عبارة عن ان البي عبارة عن الفاي على الاريا اللي هي زي ما اتفقنا العمودية على الفلوكس اللي هي 9 × 10⁴ متر سكوير. طيب الكلام ده بالنسبة للحل الاناليتيكال اللي هو يفترض حل approximate. طيب هنروح للسوفت وير هنحل exact. طبعا السوفت وير هو اللي هيعمل كل الحسابات وكل حاجة مطلوبة، وهنتعلم ازاي من السوفت وير نطلع الماجنتيك فيلد هيبقى شكله عامل ازاي باتجاهه وبالقيم بتاعته، ونحسب الفلوكس، وكمان هنرسم البي الفلوكس دينستي بيتغير ازاي كل ما نتحرك على الخط ده، يعني عند النقطة دي بكام، عند النقطة دي بكام، عند النقطة دي بكام، وهكذا. وهنحسب برضو السيلف اندكتنس بتاعت الكويل من خلال السوفت وير. طب جميل الكلام ده كله، ايه الاوبجكتيف بتاع الاساينمنت ككل؟ هو الاوبجكتيف بتاعه ان احنا عايزين نقارن ما بين القيم اللي طالعة من الاناليتيكال سوليوشن و ال approximation. يعني الاناليتيكال جبنا القيم دي الفاي
والبي والال، وبالسوفت وير برضو جبنا كل القيم دي. عايزين نبتدي نقارن ما بين القيم الاناليتيكال والقيم اللي جايه من السيميليشن، لان القيم الاناليتيكال هي قيم ابروكسيمت، بينما اللي جايه من السيميليشن يفترض ان هي قيم اكزاكت. فعايزين نتاكد او نعمل تشيك، هل القيم الاناليتيكال الابروكسيمت دي مقبوله بالنسبه للقيم الاكزاكت، يعني نقدر نعتمد عليها في المسائل السهله اللي زي دي ونحل المساله بايدينا وطلع لنا نتائج قريبه من نتائج الاكزاكت اللي هي طالعه من السيميليشن. فهنشوف الكلام ده مع بعض. فزي ما قلنا، هدفنا في الاخر ان احنا نبتدي نقارن ما بين القيم بتاعه الفلوكس والاندكتنس بتاعه الكويل، ما بين الطريقه الاناليتيكال او النتائج اللي طالعه نتيجه الحل بالايد، والسيميليشن النتائج اللي طالعه من البرنامج، ونشوف هل القيم اللي طالعه بالطريقه الابروكسيمت هل هي فعلا قيم قريبه من القيم الحقيقيه ومقبوله ان احنا نستخدمها، ولا قيم بعيده والابروكسيميشن مش valid. فده اللي احنا هنشوفه مع بعض. فتعالى نرجع تاني اللي احنا قلناه بالنسبه للاناليتيكال سوليوشن. احنا قلنا عايزين نحسب الفلوكس بكام والفلوكس دينستي بكام والسيلف اندكتنس بتاعه الكويل اللي هنا بكام. فالفاي في الريلكتنس من الماجنتيك سيركل بنقول ان الفاي في الريلكتنس بيساوي ان في اي اللي هي الام ام اف. الام ام اف بتاعنا 10 امبير ترن، الفلوكس ده اللي احنا عايزين نحسبه، الريلكتنس هي عبارة عن ال مين على ميو نود في ميو ار في الاريا. ال ال مين هو عبارة عن المسار او طول المسار اللي في النص، فهو عبارة عن 0.2 مضروب في 2 اللي هو 20 سنتي فوق وتحت، زائد 15 مضروب في 2 اللي هو الضلعين دول. ده بالنسبة للإل مين. الميو نود بأربعة باي في 10^7، الميو آر بألف موجود عندك في المسألة، الأريا قلنا هي 9 × 10^4. وخلي بالك ان احنا لازم وانت بتعوض هنا لازم كل حاجة تبقى متر ومتر سكوير. حسبنا الفلوكس، فلو عايزين نحسب البي هي على طول عبارة عن الفاي على الاريا اللي هي قلناها هنا ب9 × 10^4. بالنسبة للسلف اندكتنس بتاعة الكويل هي عبارة عن ان فاي على اي، ان ده عدد لفات الكويل، الفاي ده الفلوكس اللي بيقطع الكويل بتاعنا، والاي ده الكرنت اللي ماشي في الكويل. فاحنا اتفقنا ان الكرنت هنعتبره 10 امبير وعدد اللفات بواحد، والفلوكس انت حسبتها من المطلوب اللي قبله، فقدرنا ان احنا نحسب ال ال. فهتاخد القيم بتاعة الفاي وال ال هتحطهم في الجدول بتاع المقارنة، وتعالى نشوف القيم اللي البرنامج هيطلعها لنا. بس قبل ما نشوف القيم اللي البرنامج هيطلعها لنا، هنشوف الأول إزاي نعمل المسألة من الأول خطوة خطوة على البرنامج، وبعد كده نبتدي إن إحنا نطلع النتائج بتاعتنا. فأول ما نفتح البرنامج، تعالى نشوف new problem. هدوس كده هقول له new problem، هيقول لي عايز تسمي البروبلم بتاعك إيه. هقول له مثلا lab 1، ده المكان اللي انت بتسيف فيه، وهنقول له next. بعد كده هيقول لك اختار لي النوع بتاع المسألة، فهتلاقي عندك electrostatics و مثلا stress analysis heat transfer. احنا ما يهمناش كل ده، واحنا يهمنا بس magnetostatics لان احنا بنشتغل DC، فيهمنا الجزء بتاع magnetostatics. اليونتس بتاعتنا سنتيمتر، فهنخليها زي ما هي. بعد كده بيقول لك اختار لي او اكتب لي ال LZ بكام. ايه حكاية ال LZ دي؟ احنا هنا في البرنامج بنرسم سيكشن، يعني مقطع من المسألة، زي بالظبط المسألة ما هي مرسومة عندك في الشيت. انت مرسوم عندك مجرد السيكشن بتاع الكور، ومدي لك التكنس بتاعه قد ايه في ال Z دايركشن. فهنا نفس الكلام،
كان الثيكنس بتاعنا هو 3 سنتي، فهنعمل كده ونكتب 3 سنتي ونقول له فينش. هتلاقي ظهر لك المكان اللي تبتدي انت ترسم فيه المسألة وتعمل كل حاجة وتحل المسألة. فاحنا للسهولة، انت طبعا هنا تقدر ترسم على طول بإيدك، بس عشان نطلع الأبعاد صح وكل حاجة مظبوطة فيه، فهنحط نقط vertices ونوصلها ببعض، نعمل الخطوط بتاعة المسألة بتاعتنا. فالمسألة بتاعتنا بالمنظر ده، عندي ادي الكور، وليكن انا هعمل سيمتري حوالين الاوريجن، تبقى المسألة كده سيمتري. ف مثلا هنا دي 20 سنتي، فهتبقى هنا 10 سنتي، وهنا كمان 10 سنتي، هنا 7.5 سنتي، هنا 7.5 سنتي. فالفيرتكس دي هي عبارة عن، انا مشيت كده 10 وطلعت 7.5 في الواي دايركشن، فهتبقى عبارة عن 10 و7.5، وتحت هتبقى 10 وناقص 7.5، هنا هتبقى ناقص 10 و7.5، ودي هتبقى ناقص 10 وناقص 7.5. ده بالنسبة للمستطيل اللي بره. بالنسبة للي جوه، التيكنس ده 3 ويونيفورم في الكور كله، فهنا احنا مشينا كده 10 ورجعنا 3 فهتبقى 7، وهنا طلعنا 7.5 ونزلنا 3 فهتبقى 4.5، وهكذا الباقي هتبقى 7 وناقص 4.5، وهنا ناقص 7 وناقص 4.5، وتحت ناقص 7 وناقص 4.5. فتعالى ندخل النقط دي هنا، هتيجي على الويندو دي هتلاقي مكتوب insert vertices او edges، هتدوس عليها وكده تدوس right click add vertices ونبتدي ندخل النقط بتاعتنا. فأول نقطة 10 و7.5، نقول له اد، هتلاقي النقطة ظهرت عندك هنا. بعد كده 10 وناقص 7.5، ناقص 10 وناقص 7.5، ناقص 10 و7.5، ونقول له اد. بعد كده الويندو اللي جوه، فهيبقى 7 و4.5، 7 وناقص 4.5، ناقص 7 وناقص 4.5، ناقص 7 و4.5، وقول له اد. كده انا رسمت النقط بتاعت الكور، هبتدي ان انا اوصلهم ببعض. ف هتيجي هتقف على النقطة هتلاقي ظهر لك كروست، تقدر ان انت توصل النقط ببعضها وترسم الخطوط بتاعتك. الخط ده مش مظبوط طبعا لانه هنا مش بادي من النقطة، فهدوس كنترول زد، مسحت الخط، بعد كده ارسمه صح، وهكذا نقفل اللي جوه. كده احنا رسمنا الكور. طيب بالنسبة للكويل، احنا قلنا الكويل ابعاده هنا هي عبارة عن 1 ملي في 4 سنتي، فهنا هتبقى 2 وهنا هتبقى 2. فالنقطة اللي فوق هتبقى عبارة عن كام؟ احنا كده مشينا 7 ورجعنا 1 ملي، فهتبقى طولها 6.9، بس هتبقى بالماينس عشان ده ناحية الماينس، وفوق 2 يبقى ناقص 6.9 و2، واللي تحت هتبقى ناقص 6.9 و2. الناحية التانية من الكويل، احنا هنا مشينا 10 وبعد كده مشينا 1 ملي، فهتبقى كام؟ هتبقى ناقص 10.1 و2، واللي تحت هتبقى ناقص 10.1 و2. تعالى ندخلها على البرنامج، هدوس رايت كليك اد فيرتيسيز، ناقص 6.9 و2، وادوس اد، ناقص 6.9 و2 اد، ناقص 10.1 و2، ناقص 10.1 و2. كده احنا حطينا النقط. عايزين نوصل، هنعمل زوم عشان تضمن بس انك هتوصل مظبوط، نعمل كده، نقفل كده، ده مش مظبوط، فاعمل كنترول زد اوصل صح،
مظبوط، واقفل من تحت. كده احنا رسمنا الكوي. هنا البرنامج محتاج ان انت تحدد له اخرك فين او بتشتغل لغاية فين، لان هو عنده الفراغ يعني انفينيت، فاحنا عايزين نحدد له منطقة يشتغل فيها. فبما ان الفيلد احنا عارفين، او يعني من معلوماتك عارف ان الفيلد تقريبا كله هيمشي جوه الكور، فما يهمناش بره يبقى المسافة كبيرة قوي عشان برضو ما نأثرش على الدقة بتاعة الحل. فوليكن مثلا هاخد الباوندري او المساحة اللي هتقفل على المسألة، لو الطول ده 10 هاخدها 20، فهقول له اد فيرتيسيز، هدوس هنا رايت كليك اد فيرتيسيز 20 وزيرو، وناقص 20 وزيرو، وهقفلها بدايرة. فعشان اقفلها بدايرة هتدوس هنا هاف ارك اللي هي 180 درجة، من هنا لهنا هترسم الجزء اللي فوق، من هنا لهنا هترسم الجزء اللي تحت، وكده قفلنا المسألة او قفلنا الجيومتري بتاع المسألة. بس ستيل لحد دلوقتي البرنامج شايف انت مجرد راسم خطوط ونقط وخلاص، فاحنا محتاجين ان احنا نفهم البرنامج ايه بيمثل لي ايه. فمبدئيا عايزين نحدد ان دوه هو الباوندري بتاع المسألة، فهاجي هنا هدوس على الخط ده واختار كمان معايا الخط ده، رايت كليك بروبرتيز، هسمي مثلا الخطين دول باوندري وهقول له اوكي. هتلاقي ظهر لك على جنب كلمة باوندري بس جنبها علامة استفهام، يعني هو ماشي انت سميت الكلام ده باوندري، وبعدين البرنامج برضه مش فاهم ايه ده. فهتدبل كليك، هتختار اول اختيار اللي هو ماجنتيك بوتنشال ايكوال رقم، وانت هتحدد الرقم ده بزيرو. ده معناه ان مفيش فيلد بيخرج بره الادج ده، مفيش حاجه بتخرج بره الباوندري دي، فمعناه ان انت هتشتغل جوه هنا ومفيش حاجه خالص بره. وهتلاقي علامه الاستفهام اللي هنا كمان اختفت، وهتلاقي كمان كل ما هتدوس في اي حته ان هو خلاص فهم ان كل حاجه من دول بتمثل منطقه معينه. فعايزين نبتدي بقى ان احنا كل واحده نديها اسم ونحدد لها البروبرتيز بتاعتها. فهنا هوا وبره هوا، فهدوس هنا وادوس كنترول وادوس كمان بره، رايت كليك بروبرتيز، هسميه اير وهقول اوكي، وده برضو بروبرتيز هسميه مثلا كور او اير واقول له اوكي. عايزين نختار الملفات، فهفضل اعمل زوم عشان اقدر بس اختارهم. لما هدوس هنا تقدر تدوس دبل كليك او رايت كليك بعد كده بروبرتيز، هسميه مثلا كابر بوزيتيف او سميه بوزيتيف، سميه زي ما انت عايز، بس المهم تبقى عارف ان ده الناحيه البوزيتيف بتاعه الكويل، والناحيه دي برضو هسميها كابر نيجاتيف. كده احنا خلاص سمينا كل حاجه في المساله، ناقص بقى ان احنا نبتدي نقول له كل اسم بيمثل لي ايه. فلو عملنا دبل كليك هنا او مجرد ما هتدوس عليها هيحدد لك المناطق اللي انت مسميها اير. دبل كليك، عايزين ان احنا بقى نحدد البروبرتيز بتاعت المكان ده. فبما ان ده اير فالبرميابيليتي بتاعته بواحد، وخلي بالك ده الريلاتيف برميابيليتي، انت لو اخترت ابسوليوت يبقى لازم تكتب هنا 4 باي في 10 اس ناقص 7، فاحنا هنا نختار ريلاتيف ونكتب واحد. تاني اختيار لو في ماجنت، احنا لا مفيش ماجنت ومفيش فيلد سورس في الاير ده، فهنسيب كل حاجه زي ما هي، مجرد بس هنغير البرميابيليتي وندوس اوكي، وهتلاقي علامه الاستفهام اختفت. الكور بتاعنا الميو بتاعته ب1000، هل في ماجنت؟ لا. هل في فيلد سورس؟ لا، وهندوس اوكي. بالنسبه للكابر الناحيه البوزيتيف البيرميابيلتي بواحد، هل ده ماجنت؟ لا. هل ده فيلد سورس؟ اه، فهنكتب هنا 10، بس 10 دي مش كارنت دينسيتي، 10 دي توتال امبير تيرن، وهدوس اوكي. وفي الجزء النيجاتيف هعمل نفس الكلام، ادي كده ده واحد، ده زي ما هو، هنا هيبقى ناقص 10 وتوتال امبير تيرن. كده المسألة جاهزة انها تتحل، ناقصها خطوة واحدة، وهي ان احنا زي ما اخدته قبل كده ان المفروض المسألة بتتقسم ل نودز
والنوز دي بتوصل ببعض بتعمل مش او زي شبكة، وهو بيبتدي يحل عند كل النقط دي. تاخد بالك احنا لو عملنا هنا سلكت اول، اول ما هنقول له بيلد مش هتلاقيه طلع لك ايرور بيقول لك ان المش ليميت اكسيدد. ليه؟ لان النسخة اللي معانا دي هي نسخة فري، فعدد النودز بتاعنا هو ليميتد برقم معين. طب الرقم ده نغيره ازاي عشان نعرف نحل المسألة بتاعتنا؟ السر موجود في السبيسينج. ايه هو السبيسينج؟ هي المسافة ما بين كل نقطة والتانية. كل ما هنكبر المسافة اللي ما بين كل نقطة والتانية عدد النقط هيقل، فبالتالي اقدر اقلل زي ما انا عايز لغاية ما اوصل لعدد النودز اللي انا عايزه. فهنغير السبيسينج ازاي؟ مبدئيا احنا اتفقنا ان الجزء اللي بره ده اللي هو الهوا اللي بره انا ما يهمنيش فيه accuracy، ما يهمنيش فيه اصلا انا اعرف الفيلد ده ايه، انا عارف ان هو هيبقى تقريبا بصفر، فما يهمنيش accuracy، فما يهمنيش ان المسافة ما بين كل نقطة والتانية تبقى كبيرة او صغيرة، مش فارقة خالص، لان حتى يعني لما تبقى مسافة ما بين كل نقطة والتانية كبيرة الاكيوريسي هتبقى وحشة، بس ما يفرقش معايا في حاجة. فأغير السبيسينج ازاي؟ انا هدوس على النقطة دي والنقطة دي وهدوس رايت كليك بروبرتيز، هغير السبيسينج من اوتوماتيك لمانيوال. ونتيجة لبعض التجارب يعني اللي عملناها وصلنا في الاخر ان السبيسينج اللي هيتظبط، يعني هندوس هنا هنختار 8 وهنعلم على الجزء اللي في النص بروبرتيز مانيوال. هبتدي هنا بقى اختار سبيسنج قليلة عشان انا عايز الفيلد هنا عايز اطلع قيم مظبوطة، ف وليكن مثلا هدوس 1.5 سيلكت اول بيلد مش وما طلع ليش ايرور، بس عايزين برضو نشوف عدد النودز اللي طلعت قد ايه. هعمل سيلكت اول بروبرتيز، لا عدد النودز 258، فلو حاولت احل هيطلع لي ايرور، هيقول لي برضو المش ليميت اكسيدد. فتعالى مثلا هنا نغير في السبيسنج نخليها مثلا 1.6، وهقول له برضو سيلكت اول وبيلد مش. لو عملت سيلكت اول وبروبرتيز عدد النودز 238 خلاص مقبولة تمام. فساعتها هقدر ان انا احل المسألة مجرد ما هقول له سولف يس، عايز تشوف الريزلتس؟ اه خلاص هو حل المسألة. فأول مطلوب كان ان احنا عايزين نشوف الفيلد كرسمة وكاتجاه وكقيم. فهنا عندي رسمة خطوط فيلد. طب عايز اشوف تفاصيل اكتر من كده، هتختار الويندو دي اللي هي فيلد بيكتشر بروبرتيز، هتلاقي ظهر لك كذا حاجة. اول واحدة اللي هي الخطوط اللي هي اوريدي مرسومة عندك، تاني واحدة بتاعت الفيكتورز اللي هي بتوري لك اتجاه الفيلد، فلو دوسنا ابلاي هتلاقي ظهر لك اسود. اخر واحدة بتاعت الكالر ماب ان هو بيحدد لون كل منطقة حسب شدة الفيلد فيها، فاحنا عايزين نشوف ارقام. هتلاقي هنا كلمة ليجند هتقول لك كل منطقة بكل لون بتمثل قيمة كام. فده كده المنظر ده هو اجابة اول مطلوب في السيميوليشن، هتاخد سكرين شوت بالمنظر ده. طيب المطلوب اللي بعده كان انك تحسب الفلوكس. طب حضرتك عارف ان الفلوكس هو عبارة عن الفاي بيساوي تكامل بي دوت دي اس، يعني انا محتاج اعمل تكامل ده على اريا معينة. طب الاريا اللي هعمل عليها تكامل ايه؟ فانا لازم احدد له حتة انا عايز اشوف فيها الفلوكس. فاحنا كنا محددين الكونتور ده او الخط ده، وهو باي ديفولت بياخد الاكستنشن اللي جوه، فهو هيكامل على الاريا دي عشان يحسب الفلوكس. وده فعلا احنا كنا بنعمله، ان احنا كنا بنضرب الاريا في الفلوكس دينستي عشان نجيب الفلوكس، او كنا بنقسم الفاي على الاريا عشان نحسب الفلوكس دينستي. فتعالى نرجع للبرنامج، احنا قلنا عايزين الفاي، يبقى هنعمل انتجريشن. هتلاقي هنا علامة الانتجريشن، هيقول لك حدد لي كنتور عايز تشتغل عليه، او مكان عايز، او الخط اللي هتحسب عليه الاري. فتعالى بس نشيل الالوان والاسهم دي عشان نشوف كويس.
اوكي، يقول لك حدد لي كونتور. عايزين نرسم الكونتور اللي هو الخط اللي موجود هنا، فهدوس رايت كليك اد لاينز تو كونتور. عايز احدد له بداية ونهاية الخط، فبداية الخط كانت عند 7 و0 ونهاية الخط كانت عند 10 و0. اقول له اد لاين، هتلاقي الخط على طول اترسم. مجرد ما رسمت الخط هتلاقي كل القيم ظهرت عندك. لو دوست دبل كليك على ماجنتيك فلوكس، ادي قيمة الفلوكس اللي احنا بندور عليها. ماشي، في مطلوب بعد كده عايز نحسب الاندكتنس بتاعة الكويل ده، فهتلاقي اخر اختيار عندك اللي هو اندكتنس ويزرد، هتدوس دبل كليك نيكست. هيقول لك حدد لي الناحيتين بتوع الكويل بتوعك. فاحنا عندنا كويل واحد ليه ناحيتين اللي هي كابر بوزيتيف وكابر نيجاتيف، فالناحية الشمال هي كابر بوزيتيف هقول له اد، الناحية اليمين هي كابر نيجاتيف وهقول له اد. هدوس نيكست. عدد التيرنز بتاعنا بواحد، الكرنت بتاعنا 10 امبير. هتدوس نيكست فينش، هتلاقي ظهر لك على طول قيمة الاندكتنس اللي احنا بندور عليه. فادي سكرين شوت بالمطلوبين اللي كانوا مطلوبين اللي هما بتوع الفلوكس والاندكتنس. فهتاخد سكرين شوت بالمنظر ده، تبين الكونتور اللي انت واخده وقيمة الفلوكس وقيمة الاندكتنس في صورة واحدة. اخر مطلوب كان مطلوب في السيميوليشن هو ان انت ترسم البي، تغير البي مع الحتة دي. فمجرد ان انت هتدوس على اكس واي بلوت هيرسم لك التغير بتاع البي على الخط اللي انت رسمه. فزيرو دي معناها بداية الخط بتاعنا، وتلاتة دي نهاية الخط بتاعنا لان هو طوله 3 سنتي. لو تبص هتاخد بالك ان البي بيقل، بس اكشولي لو بصيت على القيم اللي هما الماكسيمم والمينيمم هتلاقي الفرق ما بينهم بسيط خالص. والدليل كمان انت لو عملت، لو غيرت في الاكسيس بتاعتك، خليتها تبتدي مثلا من الزيرو، لو دوسنا اوكي هتلاقي القيمة تقريبا ثابتة. فده يدل على ايه؟ يدل ان احنا لما بناخد كأن الفلكس ماشي في النص، فاحنا تقريبا واخدين قيمة واحدة، يعني واخدين قيمة من هنا اللي هي already تعتبر ثابتة. فليه لما احنا كنا واخدينها لما كنا عاملين زوم لقيناها بتقل؟ فدي انت محتاج ان انت تفكر فيها شوية، بتكتب كومنت على الرسمة دي. ده بالنسبة للسيميليشن بتاع أول مطلوب. بالنسبة للمطالب التانية، بس قبل ما نشوف بس المطالب التانية، احنا قلنا في النتائج هناخد 2 او هناخد 3 سكرين شوت اللي هم عبارة عن شكل الاكس واي بلوت وسكرين شوت بالمنظر ده اللي هي الفلوكس والاندكتنس، وكمان سكرين شوت بالفيلد المنظر ده والقيم كمان بتاعته. لو عايز تاخد مثلا صورة دي كده واحدة والاكس واي بلوت التانية براحتك، يعني سواء عايزهم صورة واحدة او صورتين بالنسبة للمطالب دي تمام. طب انا عايز اعرف او عايز اشوف انت كل حاجة عرفتها ازاي. ف كل اللي هتعمله ان حضرتك هتقف كده مثلا على الباوندري وهتدوس دبل كليك، هتلاقي اللون ده اتغير بقى احمر، وهنا الويندو دي فيها الحاجات اللي انت مختارها. فهتعمل كده، هتقف كده وهتاخد سكرين شوت. فانا خلاص عرفت ان انت مختار ان ده الباوندري وده الشرط اللي انت حطيته، وهكذا في كل بلوك من دول. هتدوس دبل كليك على الاير، هتلاقي علم عندك على الحاجات اللي انت مختارها كأنها اير، وده الحاجات اللي انت كتبتها. تاخد سكرين شوت وبعد كده تخش على الحاجة اللي بعدها الكور. وبالنسبة للكويل هتضطر ان انت تعمل بس زوم، هندوس دبل كليك بقى باين ان ده الجزء البوزيتيف ودي التعريفات بتاعته، وده الجزء النيجاتيف ودي التعريفات بتاعته. فكده عندك صورة 2 3 4 5، فخمس صور في تعريف المسألة. وهتضيف كمان ان انت بعد ما تعمل السبيسينج وتعمل المش هتاخد صورة كمان، فكده 1 2 3 4 5 وصورة
وانت مقسم المش بتاعتك وفيها كام نوت. بعد كده الصور بتاعت النتائج زي ما اتفقنا. فبعد ما عملنا كل الكلام ده فهو بيقول لك احنا عايزين نعمل الكلام ده لثلاث حالات. اول حالة اللي احنا اوريدي خلاص خلصناها، ان الكور بتاعنا زي ما هو عبارة عن مستطيل كله حديد. المطلوب اللي بعده او الشكل اللي بعده هو ان الكور بتاعك عبارة عن اي سي سيكشن. فالاي سي سيكشن هو عبارة عن حاجة بالمنظر ده، او ممكن تعمله مثلا حاجة بالمنظر ده او بالمنظر ده. المهم في الاخر ان عندي 2 جابس كل واحدة 0.5 مليمتر. وخلي بالك ان الحديد طوله مش هيتغير، يعني الحديد الطول ده الطول ده كان 15 والطول ده 15 والطول ده 20 والطول ده 20، زاد عليه بس ان في ارجاب هنا. المطلوب اللي بعده او الشكل اللي بعده ان هو عبارة عن اي سيكشنز فيها 4 ارجابس. فهيبقى يا اما هيبقى حاجة بالمنظر ده، يا اما هتبقى حاجة بالمنظر ده. وخلي بالك ان ادي كده، ادي في جاب 2 3 4 وهنا برضو 4. وخلي بالك برضو ان هنا طول الحديد متغيرش، 15 و15 و20 و20. طب الكلام ده هيترجم ازاي في رسمة المسألة على السوفت وير؟ هنشوفها مع بعض. فخلي بالك كمان ان هنا repeat all the previous requirements اللي هي الحل الاناليتيكال والحل كمان السوفت وير. فاناليتيكال وسوفت وير. طيب دلوقتي انا مثلا عايز ابدا في المطلوب الثاني، وده الرسمه بتاعه المطلوب الاولاني. هل اروح بقى ارسم كل حاجه من اول وجديد واعرف الحاجه من اول وجديد؟ لا، حضرتك هتعمل ايه؟ هتدوس فايل نيو بروبلم، نكتب مثلا البروبلم بتاعتنا لاب 1 شرطه 2 مثلا. هتلاقي هنا اختيار بيقول لك use sample problem create new problem as a copy of existing one. ده معناها ان انت لما هتختار كده المسألة الجديدة هياخد كوبي من مسألة موجودة، وهتبتدي ان انت تقدر تعدل عليه. فهنختار المسألة اللي هي already احنا كنا لسه فاتحينها، وهدوس next. هنا بيأكد عليك الحاجات اللي انت كنت مختارها اللي هي magnetostatics والL ب3 لو انت عايز تعدل يعني على الكلام ده. احنا عايزين كل حاجة زي ما هي. هدوس finish، هتلاقي مسألة جديدة ظهرت اللي هي lab 1/2، ظهرت بالظبط زي ما احنا كنا عاملين المسألة الأولانية. طيب عايزين نبتدي نعدل، فهنعدل في الشكل. لحظة بس ان احنا ايه، تعالى نرجع السبيسينج اوتوماتيك عشان نعرف نشوف كويس. فده كان شكل المسألة. الشكل الجديد اللي احنا عايزينه هيكون التعديل بتاعه ازاي؟ احنا عايزين الشكل يبقى حاجة زي كده، نعمل كده مثلا وكده. لحظة، هيكون حاجة كده. فده زي ما هو، ده 20 وده 20 وده 15 وده 15 وزايد هنا كمان ال0.5 مليمتر. طيب ده شكل المسألة القديمة. أنا عايز أوصل للشكل ده، فهعمل إيه؟ هتيجي هتمسح الخط ده والخط ده لفوق، نمسح الخط اللي فوق ده كده، ونمسح كمان الخط اللي تحت. التعديل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ انا عايز احط نقطة هنا ونقطة تانية جنبها ونقطة هنا ونقطة تانية جنبها. بعد كده هنشد خط لغاية النقطة دي ونقفل، وخط لغاية النقطة دي ونقفل،
والنقطة دي اللي فوق النقطة اللي تحت اوصلهم ببعض واقفل الاي سكشن. وستيل لسه لازم يبقى طول الحديد بتاعنا 20، يعني دي 10 ودي 7 ودي 3. جاب منين التلاتة؟ ان احنا عارفين العرض ده، يعني العرض الثيكنس بتاع الكور يونيفورم و3، فلو قطعت كده هيبقى هنا 3 وهنا 7، وهنا هيبقى النص مليمتر 0.5 مليمتر. هحط النقط دي كام بقى؟ النقطة دي على بعد 7، فهتبقى 7 وكام؟ الطول ده زي ما هو كله 15، فدي هتبقى 7 و7.5 زي ما هي، واللي تحت هتبقى 7 وناقص 7.5. طب النقطة دي هي تبعد عن النقطة دي نص ملي، طب نص ملي يبقى 7 وعليها كمان نص ملي، يبقى 7.05 و7.5، وكمان تحت هتبقى 7.05 وناقص 7.5. فحضرتك هتحط النقطتين دول كده فوق ونقطتين تحت، وتبتدي ان انت تقفل دي. وكمان هنا النقطة دي كام؟ النقطة دي 7 وكام؟ 4.5، اللي هي النقطة اللي كانت موجودة قبل كده اللي كنا قافلين بيها الويندو من هنا، بس بدل ما هتقفل من تحت دلوقتي احنا هنقفل من فوق. فده شكل المسألة بعد ما عملنا التعديل. ايه اللي هيختلف؟ هنا مفيش اي حاجة خالص هتختلف، يعني انت هنا هتيجي في المسألة قلنا احنا هنلغي ده كده، لا مش هنلغي ده، هنلغي اللي فوق وهنلغي اللي تحت وهنلغي ده، وهنحط النقط ونقفل. افتحها لك بعد ما اتعملت. open problem كنا عاملينها. هنشيل المش، لو عملنا زوم هتلاقي فعلا في جاب ما بين الاتنين، وكمان لو دوست على ده لوحده هيتعلم كده لوحده، وده هيتعلم كده لوحده. فانت طبعا محتاج تعرفهم تاني، فهتدوس على دوا ودوا وبروبرتيز وهتسمي الاتنين اي. الاختلاف في تعريف الحاجات اللي هنا، يعني انت مش هتختار، مش هتوريني اخترت باوندري ايه تاني والاير ايه تاني، كل المختلف اللي انت تحطه هو الحاجة اللي اتغيرت، بمعنى انك هتدوس كده دبل كليك، بس كده هتدوس دبل كليك على ايرن، ويفضل يعني تعمل زوم، هنعمل زوم كده، فهبقى خلاص شايف ان انت الايرن بتاعك هو الاتنين سيكشن دول. فادي سكرين شوت بالاضافه للسكرين شوتس بتاعت الحل اللي هي الفيلد والفلكس مع الاندكتنس والاكس واي، الرسمه الاكس واي مع اللي بتاعت البي. يبقى مش هتعمل حاجه زياده هنا في تعريف المساله غير توريني الايرن مين اللي انت عامله ايرن. وبالمناسبه انت تقدر ان انت تعمل السي سيكشن بأي شكل انت عايزه، يعني مش شرط نفس الشكل اللي انا اخترته ده، انت ممكن تعمله مثلا كده كده، او ممكن تعمله كده وكده او كده وكده. اهم حاجة بالنسبة لك ان انت تحط الاماكن بتاعة الفيرتيسيز مظبوطة وترسم الابعاد مظبوطة، لان في الاخر انا يهمني ان عندي 2 ارجاب في الكور، 2 ارجاب في نص ملي، وطول الحديد ما تغيرش اللي هو 20 و15 الطول والعرض، تمام. ونفس الكلام برضو هتعمله مع المطلوب الثالث اللي هو الاي، الاربعة اي سيكشنز، هيبقى عندك 4 اير جاب، وبرضو ستيل طول الحديد ما تغيرش زي ما هو. اخر حاجة خالص مطلوبة منك بعد ما هتحل هنا برضو هتطلع نتائج في
في السي اي وفي الاربعة اي هتطلع نفس النتائج اللي احنا طلعناها قبل كده، وبرضه هتقارن ما بين القيم الاناليتيكال والقيم بتاعة البرنامج، يعني هتعمل الجدول اللي هو بتاع الاناليتيكال والسيميوليشن اللي هو مقارنة ما بين الفاي والال في الحالتين، ده هتعمله 3 مرات. بعد كده هنعمل مقارنة كمان ما بين كيس 1 وكيس 2 وكيس 3 اللي هي نو جاب و2 جابس و4 جابس. هتبتدي ان انت برضو تقارن لي في كل واحدة من دول ما بين قيم الفلوكس وقيم الاندكتنس، فهتحط القيم اللي انت جبتها هنا وهنا وهنا. هل نحط القيم بتاعة البرنامج ولا القيم بتاعة الاناليتيكال؟ هتكتشف ان هي مش هتفرق، انت تقريبا هتطلع قيم قريبة جدا من بعض فمش هتفرق، بس لو هتشتغل بقيم برنامج يبقى في كله ال6 قيم يبقوا هما ال6 قيم بتوع البرنامج، ولو هتشتغل بالقيم اللي حسبتها اناليتيكال يبقى تحط ال6 قيم هي القيم الاناليتيكال، وتبتدي ان انت تشوف ايه اللي حصل في الفلكس وايه اللي حصل في ال لما غيرنا الجابس اللي هي بالمناسبة غيرت في الريلاكتنس بتاعة الكور او الريلاكتنس الكلية اللي شايفها الفلكس. فهتشوف مع تغيير الريلاكتنس مع زيادة الريلاكتنس الفلكس زاد ولا قل وليه، و او مع تغيير الجابس الفلكس زاد وقل او قل ليه، والال زادت او قلت او ليه اللي هو مع زيادة الريلاكتنس.